فوز ملوش طعم، فوز بطعم ولا حاجه. فرحنا قوي 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 وسقف طموحنا عالي، وفجاه بقى مفيش. بقى مفيش ليه؟ علشان بنفس الطريقه اللي انت جبت بيها الهدفين هم جابوا بيها الهدف. وده ليه؟ علشان الماتشات اللي زي دي معروفه ان دي نهائيات، يعني بتتلعب على الاخطاء الفرديه، يعني بتتلعب على عدم التمركزات، بتتلعب على عدم التوقعات. يعني لما يكون الدفاع اللي قدامك ما توقعش شيء معين فانت كده كانك انت غلطته، فهي بتتلعب كلها على الاخطاء. فانا ازاي اجيب هدفين من اخطاء اقع فيها انا في هدف واحد؟ شوبير شالك في كوره، شالك في اتنين، بس ملوش ذنب هو ان هو يشيلك في الكوره الثالثه. لعبت ماتش حلو، ماتش تكتيكي حلو، نسينا شويه الدفاع بس كان ربنا ساترها معانا. بس جه عند وقت معين خلاص انت جبت اتنين صح؟ هتبدا تهاجم، بس تهاجم بعقل. ما ينفعش ان انا اندفع مره واحده. سبب الهدف ان جه فينا ان الكوره لما تردت او غلطت او غلط من غلطه من علي معلول، انت واخد وضع الهجوم، انت واخد وضع الهجوم لدرجه ان الوداد نفسهم كانوا جوه نص ملعبك، فلما تردد بقى هم اكتر عندك ومنتشرين اكتر ومتوزعين اكتر، فانت ما عرفتش تتعامل معاها. ليه بقى؟ لان كل عايز يجري يجيب اهداف، او كل عايز يندفع لقدام. لا، في حاجه اسمها ان انا اهدي شويه، في غلط تاني انا احمل جزء منه الكرر، ان هو المفترض كان يبقى في وقت معين ان هو يغير فيه. ما انت دايما بتغير عند الدقيقه 70، اشمعنى المره دي؟ كان المفترض ان في دم جديد ينزل في الفريق في نص الملعب، تظبط الدنيا، تظبط الاداء، بحيث ان انت تروق العيال، تخليهم يرجعوا شويه ورا. انا جبت انا عملت اللي انا عايزه من الماتش. انا جبت اتنين، حته ان انا اجيب تلاتة دي حاجه ما كنتش انا احلم بيها، او مش احلم بيها، ما كنتش بتمناها. انا بتمنى 2-0. اي حد يقول لك انت نفسك يخلص كام من الماتش 2-0؟ ليه؟ هروح هناك العب على رواقه واخطف هدف. نفس اللي عمل الوداد. الوداد لعب كل، بص الوداد غفلنا، غفلنا بالمعنى الحرفي بجد والله. يعني انا اللي متضايق منه ان يعني وانا واقف بتفرج على الماتش انا بقول للناس يا جماعه انا ما يهمنيش ان انا افوز، بس ما يجيش فيه هدف. انا اهم حاجه ما يخشش فيه هدف. ليه؟ 1-0 هناك يفوزه. انت حتى لو جبت 3-1، 2-0 هناك يفوزوه، وعلى الاسلوب اللي بيلعب بيه الوداد ممكن يجيب 2-0 عندنا علينا. فتخيل هو محتاج 1-0، يعني انت مطالب، انت تعبت نفسك ومطالب ان انت تروح هناك تلعب هجوم برضه. ليه؟ علشان تسجل الهدف اللي جابوه فينا، لان هم اكيد 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 هيجيبوا اهداف. ليه؟ لان هيبقى نفس اسلوبك وانت بتهاجم. مش عارف والله هو ليه. ماتش كان في ايدينا، بس للاسف 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 ضيعناه بهدوء وبسذاجه وباسلوب انا بستغرب له يعني. معلش بقى، هو التحكيم الافريقي كده يعني، هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه؟ سواء كان بقى عربي مش عربي، مصري مغربي جزائري، اي دوله، التحكيم كله بتاع افريقيا كده تحس انه محتاج ان هو يخش ابتدائي من اول، يعني يروح سنه اولى ابتدائي كده ويبدا يتعامل. انا واثق ان حكم المباراه بعد ما يروح المباراه في ليبيا كده، لا مش ليبيا، في الفندق، ويسمع اعاده المباراه كده، هيقول دي انا ازاي ما حسبتهاش ضربه جزاء، ودي انا ازاي ما حسبتهاش ضربه جزاء، والتانيه دي انا ازاي ما حسبتهاش طرد. ما في حاجات كده تخرجك عن شعورك، واضح قوي يعني، واضح قوي 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 السيناريو يعني. يعني ايه دي ازاي مش ضربه جزاء؟ ما دايس على رجله. طب ما مش واضحه، مش واضحه يعني، انت مش شايفها. طب الفار مش شايفها. طب جابها لك من زاويه، ما شفتهاش من الزاويه الثانيه. طب بتاعه ايده دي ازاي ما ياخدش طرد؟ بقى بالعقل، ده اخر لاعب، اخر لاعب ووراه المهاجم اللي المفروض لو الكره عدته خلاص هو راح، هو والجون بقى يتفسحوا براحتهم، ويلعبها بايده بطريقه مش بطريقه اللي هي غير مقصوده، لا ده متعمده، ده بيلعب كره يد. واضحه، واضحه وصريحه، ما فيهاش كارت اصفر، دي فيها طرد. طرد ده طرد، انا ممكن اديله طرد، انا لو حكم هديله طرد بس عشان الحركه نفسها. سيبك بقى ان هو اخر واحد ولا مش اخر واحد، لا عشان الحركه نفسها. مش عارف، مش عارف والله التحكيم هيفضل لحد امتى في افريقيا كده. مع احترامي بقى للحكم في موضوع ان هو ليبي او 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 عربي، او انا لما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش على الاشخاص، احنا بنتكلم على القرارات اللي بتتاخد في الملعب، عشان ما حدش يتكلم بقى ويقول لي لا ده كذا وده كذا، ما حدش يتكلمني في النقاط دي خالص. معلش ان انا ما رحبتش بالمغاربه في بدايه الفيديو اللي فات، بس كان الماتش مخرجني عن شعوري حبتين يعني، فمعلش معلش معلش بجد. فحقكم عليا ونورتوا مصر، وان شاء الله باذن الله قريب هنكون عندكم، ويا رب نعمل مباراه تكون حلوه ومشرفه لينا وليكم،
واكيد طبعا تمنياتي اكيد 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 طبعا للنادي الاهلي، بعيدا تماما ان يعني لو انتوا بتلعبوا مع اي حد تاني انا هتمنى لكم الفوز، لكن مع النادي الاهلي معلش لازم اشجع بلدي ولازم اشجع النادي اللي انا بنتمي له. الف مبروك للاهلي الفوز اللي هو، ربنا يستر في اللي جاي وربنا يستر في الماتش اللي جاي. نورتونا نورتونا والله يا مغرب، نورتوا مصر، نورتوا مصر. السلام عليكم.